البحر له أسرار وله ناسه، والبر له أسوار وحراسه. البحر له أسرار وله ناسه، والبر له أسوار وحراسه. ولكل واحد مننا مشوار، الخطوة فيه على قد إخلاصه. مش يمكن حد مصلاته يأذيكي وهم عاوزين يتأكدوا؟ مش ممكن يأذيني، ده كان راجل طيب جدا. ده انا ندمت انه مشي وعلام جه مكانه، بس اعمل ايه؟ اياميها ما كانش قدامي غير علام ده. عموما انا عندي احساس ان الضابط رائف بيوجه لنا اتهام غير مباشر، اننا نعرف معلومات يعني ومخبيينها عن الشرطه. ونخبيها ليه بس يا متر؟ معناه ايه الكلام ده؟ معناه التستر على الجاني. جاني مين بس؟ وازاي واحنا نفسنا اللي متضررين؟ عموما هو في شبهه حوالين شريكك السابق، ووضع معلومات عنه عند الشرطه ده هيحمينا من تهمه التستر. يعني مثلا اول حاجه تهم البوليس اماكن تردده، السكن بتاعه كده يعني. طيب اتفضلوا اتفضلوا. معقوله يا دارين اللي انت بتقوليه ده؟ طب انت متاكده من اللي انت بتقوليه؟ طبعا متاكده. وانا هالف يعني؟ ما الموضوع واضح قدامك. طب وفي ايه لما تتجوزوا؟ الجواز له عيب ولا حرام؟ شوف اقول له ايه. قول لي ايه؟
يا ابني انت انا ما عنديش اي اعتراض على جوازها، انا كل اللي يهمني انا وانت وضعنا ساعتها هيبقى ايه. تصدقي حطيت ايدي على حاجه عمري ما فكرت فيها قبل كده. بس انا بقى فكرت، مش ممكن مهما حصل اخلي حد يتدخل بينا، وخصوصا لو غريب ما نعرفوش. طب هي وخالتنا وامنا ومربيانا، انما هو بقى يتدخل بينا بمناسبه ايه؟ ده احنا لسه على البر والاستاذ عايز يقول رايه ويفرض وجهه نظر، امال بعد كده بقى هيعمل ايه؟ وبعدين بقى بصراحه يا شمس انا ما بحبش حد يتدخل بيني وبينك، احنا مهما حصل بينا برضو في الاخر اخوات. طب وفي حاجه حصلت وضحت لك غير كده؟ انا لما سبتكم ومشيت جيت على هنا لقيتهم مع بعض، طبعا كنت متنرفزه منك على الاخر، سالتني وقالت لي مالك، قلت لها لو سمحتي قولي لشمس ما يمدش ايده عليا تاني قدام حد. اما الاستاذ قام نفش وقال لي ولا قدام حد ولا حتى وانتوا لوحديكم، ده تصرف مرفوض. قلت بس الاستاذ ناوي يربينا من اول وجديد. لا ده بعده. عرفت بقى انا متضايقه من ايه؟ وفي الاخر حضرتك جاي تمد ايدك عليا. خلاص بقى حقك عليا بقى، ما تبقيش رخمه. لخص هنتصرف ازاي؟ انت شايفه ايه؟ عندنا شقتنا في مصر، يعني مهما حصل مش هنبقى في الشارع. ايوه دارين، بس برضه الحياه مش شقه وبس. قصدك يعني على الشغل؟ بسيطه، في اكتر من 10 شركات سياحيه عرضوا عليا اشتغل معاهم وانا كنت برفض. طب سيبيني افكر. بس بقول لك ايه، انا ما قلتلكش حاجه. ها دي بتطلبني، روحي لها شوفي عايزه ايه. هروح لها لو لقيتها قاعده معاها وعايزه تكلمني في حاجه، اقول لها من فضلك لو عايزه تقولي لي حاجه يبقى لوحدنا مش قدام حد. سلام. استاذ اسماعيل انا بتاسف لحضرتك بالنيابه عن دارين. وبتتاسفي بالنيابه عني ليه؟ انا ما غلطتش في حاجه. انا اسفك انا ده. انا طلبت اتكلم معاكي لوحدينا وده حقك. انا مش فاهمه انا عملت معاكي ايه عشان تعامليني بالشكل ده. والله بقى اللي على راسه بطحه. بنت بلاش بجاحه. دي مش بجاحه، هو ايه اللي يقول رايه بصراحه ومن غير عقد تقولوا عليه بجح؟ ومش متربيه كمان. تلبيت حضرتك بنت، انت هتردي عليا كلمه بكلمه؟ امال اسيب حضرتك تتكلمي كده واحلق لك؟ بنت ولا كلمه زياده، بعد كده مش هسمح لك باي تطور، انت فاهمه؟ انا مش قادره افهم ايه اللي حصل. انت متصوره ايه؟ متصوره ايه في ايه؟ حقيقي مش قادره افهم. انت ليه بتتعاملي مع الاستاذ اسماعيل بالشكل ده؟ الراجل بيحبك زي بنته بالظبط. يا سلام عليه وعلى حنيه قلبه وطيبته. هو اللي قالك كده؟ ايوه طبعا. طب ما دام قالك كده بقى اسمحي لي انا كمان اقولك ان انا مش هسمح له هو يلعب بينا احنا الاثنين وهو عامل فيها دون جوان. عيب يا بنت عيب، كلامك خارج وجارح. انت عمرك ما كنت بالوقاحه دي، طول عمرك البنت المهذبه الرقيقه. ايه اللي جرالك؟ عشان كنت بفتكرك مثل اعلى ليا، وفجاه المثل الاعلى ده ايه؟ المثل الاعلى ده ايه؟ كملي. عشان تقولي عليا بجحه تاني. انا حقيقي مش قادره افهم، راجل محترم ومهذب اضطريت اعتمد عليه في حاجات لظروف خارجه عن ارادتي، ظروف انت عارفاها كويس قوي. ولما حسيت انك اتضايقتي من ده قلت له اني هتعامل معاه زي اي نزيل زاعل وطلب حسابه عشان يمشي، وانت اللي اتحيلتي عليا علشان ما يمشيش ووافق وقعد. جايه دلوقتي بتحاسبيني على ايه؟ بتعاتبيني على ايه؟ امال لو كنت حبيته بجد كنت هتعملي ايه؟ وانت صغيره عشان تحبي؟ هو عشان ما لغيت نفسي، عشان اربيك واكبرك، لغيت مشاعري واحاسيسي عشان افضل جنبكوا، يبقى ده معناه اني كبرت ومش من حقي اني اعيش.
مش من حقي اني اعجب بحد او حد يعجب بيا. بتتكلمي عن الحب؟ ما افتكرش انك تعرفي يعني ايه الحب الحقيقي، لانك لو كنت تعرفي تحبي بجد كنتش تقولي لي الكلام الجارح ده. أنا لو ما أعرفش أحب ما كنتش حبيتكم انتوا كمان. عارفة ليه؟ هقولك كلمة عمري ما حبيتني أولاد، لأنكم مش أولادي. كان هيتقال مش قلب أم، بس أنا حبيتكم كأني أمكم بالفعل. عمري ما بطلت قلق عليكم، عمري ما بخلت عليكم بحاجة، عمري ما بطلت أخاف عليكم. جاية بعد ده كله وتقوليلي إن أنا ما بعرفش حاجة. حتى زي ما بتقولي لو كانت الفرصة جاتلي على كبر وليه ممكن ما تجيليش تاني، مستكترها عليا، مستخسرة فيا مشاعر حلوة أنا أكتر واحدة ممكن أكون محتاجة لها أكتر من أي حد تاني وأكتر من أي وقت تاني. معقولة؟ طبعا معقولة، معقولة ونص كمان. ألف حمد لله على السلامة. أنا مش مصدقة نفسي، حضرتك بنفسك جاية تزوريني؟ أنا كمان كان المفروض أجي أزورك بدري عن كده، بس معلش الظروف ملخبطة شوية. ربنا يكون في عونك ويقدرك على اللي أنت فيه. عموما خلاص هانت. هي إيه اللي هانت؟ مش بيقولوا اشتدي أزمة تفرجي؟ مظبوط مظبوط. طمنيني أخبارك إيه؟ بصراحة أنت أول حد يسأل علي. الله، أمال فين علام بيه؟ علام جابني من مصر لحد هنا وقال لي إن أنت هتغني، وأنا بهبلي صدقته وافتكرت نفسي مغنية بجد. عموما اللي يخرج من داره يتقل مقداره.
أفهم من كده إنك ندمانة؟ طبعاً ندمانة. اللي ما يندمش على الغلط ما يبقاش إنسان. طبعاً أنت مش مصدقاني. عموماً كل واحد بياخد نصيبه. بس أنا فعلاً ندمانة. أحياناً الإنسان ما بيتعلمش لما بيجرى له حاجة وحشة. ساعتها بس بيفوق ويعرف فعلاً إيه الغلط. للدرجات أنا كنت وحشة في نظركم؟ لا مش قصدي مش قصدي. طب لو أنتي شايفاني وحشة كده إيه اللي خلاكي تيجي تزوريني؟ محدش عارف مين الوحش ومين الكويس. ربنا سبحانه وتعالى بس هو اللي يحكم. وبعدين العلاقات الإنسانية ملهاش دعوة بالكويس والوحش، ده واجب لازم يبقى فيه بينها مودة ورحمة. أنا نفسي الوقت يعدي بسرعة. هيعدي بسرعة إن شاء الله وتطلعي من المستشفى. أنا لو عايزة أخرج هخرج، بس المشكلة هخرج أروح على فين؟ إيه تعالي عندي، أوضتك لسه موجودة وحاجتك موجودة. سيبك خالص بقى من علام بيه، تنزلي على حسابي كمان المرة دي لحد ما تفكري كده وتستقري وتشوفي عايزة تعملي إيه أو ترجعي القاهرة، وبعدين يحلها الحلال. معقولة؟ أيوة معقولة. انتي بس شدي حيلك كده وقومي بالسلامة. حاضر، هسأل الدكتور وهتصل بيكي. على فكرة أنا سألت على عرفة برضه. ممنوع عنه الزيارة. لا انت عارفة؟ بشقر عليه دايما. طبعا انت عايزة تسأليني اللي لما الشامي على المغربي؟ لا هو كل واحد طبعا حر في حياته وعلاقاته الشخصية مادام ما بيأذيش حد. بكرة هحكي لك كل حاجة عشان انا حبيتك. ايوه يا فندم، بس حضرتك ده منتجع كبير، الناس داخله خارجه شايله شنطها، مش معقول هنفتش اللي داخل واللي خارج. ايوه يا فندم تحت امرك تحت امرك. لو حضرتك عايز نخش نفتش المنتجع كله انا موافق. حاضر يا فندم حاضر. بالسلامه، مع الف سلامه. بهجت بهجت انت حصان. تحت امرك فاكر. انا كنت عارف ان علام عنده شقه هنا. اخبار الشقه دي ايه؟ ما بيروحهاش كتير بس لسه موجوده يا فندم. امال قعدته فين دلوقتي؟ في الخيام عند البدو او عند ندى او في الاوتيل اللي غرب المرسى او في الفيلا عند رشدان. تؤمر بحاجه تانيه يا فندم؟ ايه ده؟ انت وراك حاجه؟ لا يا فندم تحت امرك. طب خليهم يحضروا لي العربيه واعمل حسابك هتيجي معايا. حاضر يا فندم. اسمع بقول لك، شوف لي البيوكل النيابه موجود ولا لا. حاضر. لا استنى استنى، انا هتصل بيه على الموبايل. الو. ايوه استاذ. انت فين؟ ابدا، عندي معلومات جديده. ايوه لا معلومات لسه جايه طازه. منتجع الندى في اثار متهربه. لا متاكد. ايوه. طب اما تيجي هكلمك بالتفصيل. انت جاي على طول؟ اوكي يلا مع السلامه. روح انت باكت. حاضر. خلي ده معايا ورجع شحته ليك، والبيت كفايه عليها كده. وحسان خلي بالك منه، ما تعملش معاه. البدو بقى سيبهم شويه دلوقتي، ما تعاديهمش يعني، وارجع عند ندى زي ما كنت. فهمت؟ ماشي. سلام. يلا سلام.
ست ندى. اهلا يا عم حسين، ازيك وازاي عرفه؟ ان شاء الله يكون كويس وان شاء الله يقوم بالسلام. ان شاء الله ان شاء الله. عموما انا متشكر متشكر قوي. لا شكر على واجب يا عم حسين. انت الحقيقه باخلاقك دي بتعلمينا حاجات كتير قوي. اعوذ بالله، ده حضرتك ابو الاخلاق كلها. على فكره انا احتمال امد قامتي علشان الظروف اللي فيها عرفه ابني. اه طبعا تحت امرك. حاضر كويس ان حضرتك قلت لي برضو احسن، يعني عشان لو جالنا جروب ولا حاجه ابقى عامله حسابي واحجز اوضه حضرتك. انا متشكر جدا جدا. العفو، سلم لي عليه بعد اذنك. يوصل، مع السلامه. في هجزة باسم باولو نيكولا. تمام يا فندم. Your passport please. اوكي. في شنط في العربية؟ يس، one back. رشيد، الشنطة تطلع 203 و205 لو سمحت. Thank you. You're welcome. هو باولو ده مين اللي حجز له؟ رشيد، طلع الشنط وبطل عدتك. طيب انت مش وعدتني لما اسالك سؤال تجاوبني عليه بصراحه علشان معياش تاني؟ ايوه يا رشيد، بس لما يكون حاجه مهمه. اصل الراجل ده انا شاكك ان انا اعرفه. تعرفه؟ تعرفه منين ان شاء الله؟ يكونش قريبك. يا اخي انا حاسس ان انا شفته في الافلام الاجنبي. يا راجل ده جاري كوبر. يا ابو حميد، جاري كوبر ده ممثل قديم. يعني اقول لك ايه يعني يا رشيد؟ ضربوا الاعمال وجاي في سياحه وجواز سفر هولندي، عايز حاجه تاني؟ طب والست اللي معاه دي مراته؟ لا، ما اظنش انها مراته، لان هي واخده 203 وهو واخد 205. طب ما هو ممكن يفتحوهم على بعض. في 204 في النص يا رشيد، وتفضل اطلع، ما عنديش حاجه تانية اقولها. حاضر. اعذرني يا رشدان، والله ما انا عارف اقول لك ايه. اقول لك حمد لله على السلامه وكفاره، ولا اقول لك الباقي في حياتك؟ قول لي حمد لله على السلامه يا اخوي. صدقني رغم كل اللي حصل الا اني حاسس اني اتولدت من جديد. موتة اخوي بالشكل ده فوجتني صحة النايم جواي. يعني ايه الكلام ده؟ مش فاهم. ومش هتفهم يا علام، ولو حاولت افهمك برضه مش هتفهم، لكن يوم ما يطولك اللي طالني هتفهم كويس، ومش هتحتاج حد يفهمك. جريئة يا رشدان، انت مخك فاوت ولا ايه؟ الموت علينا حق يا راجل، يعني واحد يموت نموت كلنا وراه؟ وده كلام برضو. عداك العيب يا علام، اللي يموت نفسيه ربنا يحاسبه، لكن انا خلاص نويت اعيش
وخلي كل اللي حواليا يعيش، وخدت عهد على نفسي قدام ربنا وقدامك اني ما اعود للي كنت بعمله تاني ابدا. عموما يا سيدي انا جاي عشان اقول لك الباقي في حياتك. بقول لك ايه، انت مش عاوز حاجه يا اخويا؟ زمان كنت بعوز حاجات كتير، لكن دلوقتي مش عايز منك حاجه خالص يا علام. كل اللي عايزه منك حاجه واحده بس، خلي بالك من روحك. أنا جيت لك أهو يا خواجة، دي مش طريقة شغل دي. ما تقول لي يا خواجة حضرتك عايز إيه وأنا أريحك. حبيبي ما تريحنيش أنا، أنا عايزك تريح الشغل. الشغل لما يبقى مستريح كلنا نبقى مستريحين. الشغلانة دي عايزة التزام وعايزة مواعيد مظبوطة. أنا مش شايف التزام ولا مواعيد مظبوطة. يبقى لازم أبلغ الراجل الكبير بتاعي. يا خواجه انا عبد المأمور وبنفذ الاوامر. والاوامر دي يا حبيبي بتاخدها من مين؟ مش من الراجل الكبير بتاعك؟ خلاص انا اكلم الراجل الكبير بتاعي. كلم الراجل الكبير بتاعك. انا مش عايز تضيع وقت. ايه اللي في ايدك دي؟ دي الامانه يا خواجه. امانه ايه دي؟ انا دي مش عايز اخدها هنا خالص. انت عارف ان انا الحاجه دي المفروض ان انا استلمها على الحدود قبل مسافه. أنا ما أضمنش الحاجة دي في أوضتي هنا. تضمنهاش في أوضتك يعني إيه؟ أنا عايز تحطنا قدام المدفع ولا إيه؟ قدام مدفع؟ كلام معاك مش مجدي خالص، ده اتفاقات مع ناس كبيرة. أنا المفروض إن أنا أستلم البضاعة بتاعتي على الحدود وبعدين أتصرف. بعد كده أنا أسلمك بضاعة على الحدود، بعد كده أنت تتصرف. طب والعمل يا خواجة؟ العمل الحاجة دي ترجع زي ما كانت حبيبي. واللي بعتك ليا روح أقول له إن في بروتوكول هو عارفه كويس. خلاص؟ اتفضل. انت شايف كده يا خواجه؟ انا شايف كده حبيبي، بنضاره ومن غير نضاره حبيبي. اتفضل. ماشي. اسمعوا يا رجال، نحن جينا اليوم لاجل ما نتفق على راي نمشي عليه كلنا. خير يا رجدان. اتكلم انت يا ابو مريم بصفتك كبير القعده. يمين الله انني اتفاجئ. كيف ما حتتفاجئ؟ كلكم تعرفوا إن من يوم ما اتقتلت بنتي مريم وأنا برط على كتفي ومستني آخذ الطالب. اليوم بأعلنها قدامكم كلكم إني أنا اتنزلت عن دم بنتي، مش من شيء غير إني أقف جنب رشدان في محنة ورجوعه عن الطريق اللي ماشي فيه وخد بعضنا وياه. قصر يا ابو مريم وخبرنا، لا تزيد ولا تعيد وقول ايش فيه. بعض اللي صار حدا رشدان من موت اخوه واللي حصل لامه قرر انه يرجع عن الطريق اللي كان ماشي فيه من سنين. وما حبيت ارجع لوحدي، وقلت اقول لكم واللي يحب يجي معاي اهلا بيه، واللي ما يحب يجي معاي ربنا يهديه. اسمع يا رجدان يا اخوي، راح اقول لك شيء. هذا الكلام ما ينتهي بجلسه واحده، صار لنا اعوام نتاجر ونبيع ونشتري، ومثل هذا الامر محتاج لحسبه قويه يا اخوي. يا ريت كل واحد فيكم يعقلها كيف ما عقلها رجدان.
وربنا معاكم. خدوا وقتكم وفكروا كيف ما تريدوا، ونتقابل هنا كمان 3 ايام. ده اللي حصل بالحرف الواحد يا فندم. متشكر. روح انت نام وانا كمان هنام، والصباح رباح. بعد اذنك يا فندم. هانت. عينك على اللي رايحة واللي جاي وتقابل دي تنسى دي. عرفتوا يا جماعه اللي حصل لمدام ندى واستاذ اسماعيل؟ الحقيقه انا مستغربه جدا اللي حصل. اه ربنا يكون في عون مدام ندى، ده اكيد اتخضت خضت موت. يا جماعه انا زهقت، احنا رايحين فين كده بقى؟ ايه هو انت كده على طول ما تكمليش معنا في حاجه ابدا؟ خلاص خلاص يا جماعه يلا نرجع. انا فعلا هرجع، بس عشان اقابل استاذ اسماعيل واقنعه ان هو يرجع ويحكي لنا تاني. انا فعلا محتاج اعرف منه حاجات اكتر. انت لكن احنا بقول لك ايه، اتكلمي عن نفسك وبس. الحمد لله على السلامة يا فندم. الله يسلمك، أخبار المدام بتاعتك إيه؟ بخير الحمد لله. ممكن أشرب حاجة في الغرفة؟ تحت أمرك. ولا أقول لك، هو الكاف شوب مفتوح؟ يا سلام، نفتحه عشان خاطر حضرتك. ميرسي، الله يخليك، عشان حتى شحاتة لو جه يجيني على هناك. أوكي. بقول لك خلي دي عندك، أنا مش حاب ماشي بيها كده رايح جاي. أوكي. شكراً. تحت أمرك. في حاجة يا رشيد؟ ها؟ ها ايه؟ انت اتطرشت؟ ليه كده يا ابو حميد؟ ده انت عمرك ما قلت لي كلمة جرحتني. ما تزعلش مني يا رشيد، والله مجي الراجل اسمه علام ده بيقلب لي دماغي، بخاف لحسن اشتكي المدام ندى لحاجة كده ولا كده، ما انت عارف وش ازاي؟ مالها المدام؟ بدأنا، رشيد حل عني السعادة. ابو حميد ممكن اسألك سؤال وتجاوبني عليه بكل صراحة؟ اتفضل يا سيدي اتقل عليا. الله يسامحك يا سيدي. متزعلش مني، قول اللي عندك. هو صحيح العلاقة بين مدام ندى وعلام بيه زي ما هو ظاهر كده قدام الناس؟ ولا ده تمويه بس علشان ما حدش يعرف ايه اللي بينهم؟ هو ايه اللي بينهم؟ بيزنس، شغل، تجارة، ومش عايزين أي حد يعرف بيها. كل اللي أنا أعرفه إن أستاذ علام مشارك مدام ندى في المنتجع بنسبة صغيرة كمان. ده حتى بتفكر تديله فلوس عشان تخلعه. ايوه ابو حميد، ده اللي ظهر قدام الناس، انما اللي في السر بقى. سر ايه؟ انت بتخرف يا عمي. اصلا انا سمعت ان، ولا بلاش علشان ما تروحش تقول ان انا بنقل لك كلام. رشيد وبعدها لك معايا يا رشيد. لو يعني توعدني اصرحك. بص يا رشيد، انا لا بحب اللت ولا بحب الكلام الكتير، خلي الكلمتين بتوعك عندك وحل عني. طب خد دي، انا سمعت ان مدام ندى وعلام بيه بينهم تجارة ممنوعة. ايه؟ بيقربوا اثار. اثار ايه؟ اثار ايه يا رشيد؟ بقول لك ايه؟ مدام ندى دي اشرف من الشرف، عارف؟ بتحب بلدها وبتحب ولاد بلدها ولا يمكن تعمل حاجة غلط ابدا. يا عم صل على النبي، ده الناس بره بيقولوا كلام ولا في الاحلام كان الواحد ممكن يصدقه. وبعدين احنا هنروح بعيد ليه؟ لو مش مصدقني شوف الشنطة اللي جابها لك علام بيه، شوف فيها ايه كده، شوف شوف يا ابو حميد. ده تصرف حقير ما يعملوش غير واحد مش امين على شغله. طب اشوف انا؟ ولا انت يا رشيد؟ يا ابو حميد، يا ابو حميد الشنطه شكلها مليانه طوب. فيها طوب، فيها بصر، فيها قلقاس مش شغلانتنا. طب افرض دلوقتي البوليس مراقب علام بيه وجه وراه لغايه هنا وطب هنا وشاف الشنطه دي فتحها لقى فيها ممنوعات، هتقول ايه؟ هتقول دي مش شنطتي؟ انت حد مسلطك عليا؟ رشيد حل عني السعاده. يا ابو حميد انا بوعيك، وعموما بالاذن انا، بس فكر في كلامي. نعم. نعم. مش اتصلت بيا وقلت لي انزلي عايزك؟ انا؟ ايوه انت. انت متأكدة؟ ايوه يا احمد، في ايه؟ مكسوف يعني ان انت صحيتني ونزلتني؟ هي اول مرة. معلومة مصلحة،
خليكي جايلك دلوقتي. متأخرش. راح ان شاء الله جاي على طول. شنطة أستاذ علام، وهتكوني فتحتيها؟ وأنا مالي؟ أنا بس جيت أمسكها لقيتها تقيلة أوي. تقيلة ولا خفيفة إحنا مالنا؟ طب هو سابها هنا ليه؟ راح الكوفي شوب وطلع قطة هاخدها معايا. طيب. Can you tell me the time to meet me for dinner? الله، هي دي بقى اللي هتسهر معاها؟ أيوة رشيد، في حاجة؟ سيادتك عايزاني. احمد في الريسبشن قال لي المدام عايزاك. انا اسف فندم، الظاهر قال لي علام وانا سمعتها المدام. علام؟ هو علام بيه هنا في المنتجع؟ ايوه فندم، من حوالي ساعه في الكوفي شوب، منتظرش حد. اي اوامر منه فندم؟ يا فندم انا عايز اعتذر لسعادتك عن الخطا الغير مقصود. شكرا يا فندم، مع السلامه. مالك يا ندى؟ عمره ما حد قال لي مالك بالطريقة دي غير اخويا نادر الله يرحمه. بقول لك مالك؟ يوم ما لقيت اللي يقولها لي يعني انت تقدر تنط دلوقتي من الباراشوت؟ لا انا كنت زمان بقدر انط الباراشوت، دلوقتي ما اقدرش انط الباراشوت. في حرب اهم عايزينك تكلمنا عنها. حرب 67 مش كده؟ ايوه كده. يا جماعه ما نقدرش نتكلم عن حرب 67 من غير ما نتكلم عن حروب تانيه. حرب 48 مثلا، حرب 56 العدوان الثلاثي، حرب 67، وبعدين حرب العبور العظيم، حرب أكتوبر 73، كلها حلقات متصلة ما نقدرش نفصلها عن بعض. عشان نتكلم عن حرب 67 لازم نتكلم عن كل الحروب دي لغاية ما حصلت معاهدة السلام. إحنا مستعدين نسمع. وادي كمان شمس وعلي يهمهم يسمعوا. وعلي وشمس بقى يسمعوا إيه؟ آه أكيد هيسمعوا غنى. ايه الخفه دي؟ لا طبعا ما تصدروش على حاجه كده، اسمعوا الاول يمكن في حاجه تانية عايزين نتكلم فيها. الاستاذ اسماعيل هيحكي لنا عن حرب 67. انا ما قلتش حرب 67 وبس، انا قلت هتكلم على سلسله حروب تحرير فلسطين لحد معاهده السلام. ده صحيح. طب استاذن منكم يا جماعه ونتقابل بكره في نفس الوقت،
الظاهر مدام سلوى جايه تناديني دلوقتي، مش كده ولا ايه يا مدام؟ ايوه فعلا، في تليفون عشانك في الريسبشن، بيقولوا ان موبايلك مقفول. ايه؟ الحلو لسه ما غيرش هدومه؟ اوعى الواد شحاته يكون ضيق. شحاته؟ ولا يهمك. المهم عندي سلامتك انت. انت ما عرفتيش ان الدكتور كتب لك على خروج؟ عرفت. واتصلت بمدام ندى عشان تيجي تاخده. ومن فضلك تمشي عشان مش عايزاه تيجي تلاقيك هنا. ايه ده؟ الله 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 الله. عشان خاطري امشي. طب مدام بقيتوا صحاب بقى، انا عايزك تجيبي لي كل كبيره وصغيره عن مدام ندى ولاد اختها، وساعتها هتطلعي لفوق قوي والفلوس هتجري في ايديكي. نتفاهم بعدين. انا ما عنديش بعدين، انا عندي يا يا لا. ليها تمن ولا برضه ليها تمن. انا قلتلك عليه قبل كده. وانا قلتلك قبل كده بحب افهم، يعني تقولي انت عايز ايه من مدام ندى بالظبط. اسمع يا سونيا، انا قبل كده قلت لك ان في ناس كتير قوي زيي وزيك عشان يعيشوا ما يسالوش وينفذوا اللي يتقال لهم عليه، والكلام ده مش علينا احنا بس، لا ده على اعلى المستويات. واللي عاوز يطلع لفوق ما يسالش، ما يتناقش، ما يقولش ليه وعشان ايه، يفهم، يقفل دماغه، يقفل بقه، ويفتح عينيه. ياكل الشهد. وعشان ما نعلى ونعلى ونعلى ونعلى، لازم نطاطي نطاطي نطاطي. ها؟ قلتي ايه؟ مش هتنفذي؟ قولي على روحك يا رحمن يا رحيم. وانا والله والله ماليش دعوة. ده انت هتصعبي عليا قوي. حلوه حلوه وطعمه ومزه، بس اعمل ايه؟ انا ماليش ذنب في اي حاجه، انا بيتقال لي علم نفذ بنفذ. وده اخر درس انا بديهولك. مشي. الليله دي انا مستني منك اول معلومه في مطعم الهانم العشاء. باي. اللي ما تقلمش مرة عمره ما يحس السعادة، واللي ما تعلمش مرة عمره ما تفيده الإعادة. اللي ما تقلمش مرة عمره ما يحس السعادة، واللي ما تعلمش مرة عمره ما تفيده الإعادة. لضعفنا